يعطيكم العافية. بهذا الفيديو راح نحكي عن البكتيريا السبورز. السبورز هي highly resistant structures are formed in response to adverse conditions by two genera of medically important gram positive rods, genus Bacillus which includes the agent anthracis و genus Clostridium اللي عندها ال Clostridium tetanus و ال botulism. هذول طبعا الأمراض، أسماء الأمراض. المهم هلا البكتيريا سبورز انه هي بكتيريا مقاومه جدا، اللي صار انه لما الستركتشر تبع السبورز مقاوم جدا لكون للظروف اللي حواليه من dehydration, heat, chemicals, radiations وهالامور هاي. واكثر شيء بدك الامبورتنت بكتيريا هي الجرام بوزيتيف رودز، نوعها عندنا من الكلاستريديوم سبيشي والباسيلوس. الباسيلوس انثراكس هدول the two types of organs of bacteria هم ال most common بصير فيهم بيعملوا spores، بيعملوا sporulation. هلا كلمة spore formation أو sporulation معناها spore formation، إنه تكون السبور عند البكتيريا. متى بيحدث sporulation؟ sporulation بيحدث لما البكتيريا الغذائي اللي حواليها يختفي، مثل sources of carbon أو النيتروجين بصير لهم depleted، إنهم هم بيختفوا أو بينتهوا من اللي حواليها. فهاي بحكي هون إنه الفيجر 2.8 شو اللي بصير عنا. The spore forms inside the cell and contains bacterial DNA, small amount of cytoplasm وcell membrane تبعها, peptidoglycan و very little water, and most importantly في عنا thick creatine-like coat that is responsible for the remarkable resistance of the spore to heat, dehydration, radiation, and chemical. طيب اللي بصير عنا إنه البكتيريا بتاخد النيوكليوت تبعها، DNA تبعها، مادة DNA من النيوكليوت ريجن، تاخد DNA تبعها، الهول DNA تبعها، بتغطيه وبتكسر البلازما، بتفصل البلازما برين تبعها، بتنفصل عن البلازما برين. بعدين بتاخد البيبتيدوغلايكان لاير، برضه بتحتفظ بالبيبتيدوغلايكان لاير تبعتها، بتنفصل عن السيل وول تبعها وبتغطي نفسها بكرياتين كوت، تمام؟ فبتطلع از فري سبور من البكتيريا تبعتها، والبكتيريا هي خلاص بصير لها بتموت وبتختفي. هلا هذا الكرياتين لايك كوت، احنا مثل الكرياتين بيعطي صلابة وقساوة، ومثل بيكون موجود بأظافرنا غالبا فبيعطي قساوة، فهذا الاشي بيخليها تقاوم اي اشياء خارجية حواليها، الحرارة العالية، اي جفاف، يعني راديشن، اشعاعات، اي كيميكالز، بتقاوم كل اشي. الريزيستنس may be mediated by عنا ايش اسمه dibicholinic acid، هو عبارة عن كالسيوم ايون تشيلاتور found only in spores، موجود بس بالسبورز، وهذا dibicholinic dibicholinic acid. هلا التشيلاتور معناها انه هو عباره عن small molecules bind tightly للميتال ايونز. فالدايبيكلونيك اسيد عباره عن كالسيوم ايون تشيلاتور موجود بس بالسبور، تمام؟ انه هو يعني بيرتبط هايلي مع الميتالز، تايتلي مع الميتالز. سوري. هلا البكتيريال سبورز، ذا سبورز كونتينز، اوكي هلا الفكره انه عندك فكره انه السبورز بتحتوي على تاخذ ال entire DNA genome تبع البكتيريا، تمام؟ وبيحاوطوا ب thick و resistant coat لأي ظروف خارجية ممكنها تقضي عليها، هي بتحافظ على ال DNA تبعها عشان بعدين تعمل replication. طيب بحكي لك once formed، أول ما بتتشكل عنا السبور ال metabolic activity كلها بتوقف، ما بصير عنا أي metabolic activity بالبكتيريا، لكن هي بتضل dormant for many years، يعني إنه هي كأنه هي بتضل في سبات. كيف الحيوانات بصير عندها سبات شتوي؟ هاي بصير عندها نفس الشيء، بس مو سبات لأنه صار سبات شتوي، صار فصل الشتاء وهيك، لا، بصير في عندها سبات أو بتسكن أو بتصير ساكنة غير متحركة، ما بتعمل أي functions لأنه ما في أي مقومات للحياة حواليها، ما في nutrients تساعدها أن هي تضل عايشة، ما في إشي يساعدها تعمل replication لنفسها، تكسر من نفسها، تعمل infections وهالأمور هاي. هلا upon exposure to water، أول ما تتعرض ل water و appropriate nutrients specific enzymes بتعمل degradation للكوت، وال water و nutrients بتدخل للخلية وبصير لها germination. germination عكس sporulation، sporulation عملت spore، germination إنه هي لا بترجع بتكسر السبور والكوت اللي حواليها وبترجع تبني نفسها من جديد، أوكي؟
بترجع باثوجينيك بكتيريال سيل اوكورز. اوكي هلا This differentiation process is not means of reproduction since one cell produces one spore that germinates into one cell. بحكي لنا إنه هذا differentiation process هي تحولت من sporulation عملت germ من spore form عملت germination تحولها للجر يعني عملية الجرمينيشن هذا لا يعني إنه صار في عنا reproduction. يعني أنا كان عندي سبور خلية واحدة ما صار في عندي خليتين لا هي خلية واحدة رجعت نمت وكبرت وكبرت حالها لترجع خلية طبيعية normal cell تمام الـ medical importance of spore إنه هي lies on their extraordinary resistance to heat and chemicals فمهمة البكتيريا إنه هي عم تعمل سبور لنفسها إنه هي عندها إيه إنه هي يعني عندها مقاومة غير اعتيادية مقاومة مش إشي مش طبيعي إنه هي تقاوم لهالدرجة درجة حرارة كتير عالية وهي بالوضع الطبيعي ما بتقاوم هيك درجة حرارة بتموت طوالي as a result of the resistance to heat هلا لأنه هي بتقاوم الحرارة على درجة حرارة كتير عالية أنا ما بقدر أعمل sterilization لبعض الكيميكالز أو بعض الأمور بس عن طريق ان اعملها بويلنج احنا بنعرف البويلنج انه انا اوصلها بس لدرجه حراره 100 درجه سيليسيوس فبضطر انه اعمل ستيم هيتنج اندر بريشر اعملها اوتوكليفنج عن طريق استخدام الاوتوكليف ممكن نحكي عنه بفيديو جاي ان شاء الله الاوتوكليف هو عباره عن تقريبا يعني احنا بالعاميه بنحكي له مثل طنجره الضغط انه احنا بنسكره بنعرض بعض المواد مثلا الميديا او الميديا اللي احنا بننمي عليها البكتيريا او البليتس او الادوات اللي احنا بنستخدمها بالمختبر بالاوتوكليف بنعرضها لدرجه حراره كتير عاليه وضغط كتير عالي لمده نص ساعه تقريبا درجه حراره 121 درجه سليسيوس لمده تقريبا نص ساعه علشان انا اعمل انشور ذا sterility of products for medical use أنا بستخدمها للميديكال يوز spores are often not seen in clinical specimens recovered from the patients infected by spore forming organisms because the supply of nutrients is adequate يحكي لنا نحن بالعادة لما بناخد عينة من إنسان مريض تمام مثلا إنسان عنده تيتاني تمام فأنا أخذت منه عنده تيتانس أخذت منه أنا عينة إنه بدي أشوف إذا ما عنده كلاستريديوم تيتاني أو ما عنده وجدت انه هو عنده والبكتيريا عاشه وعايشه ونمت طب مش مفروض يكون عندها سبور لا مش مفروض يكون عندها سبور لانه هي موجوده بدم الانسان في عندها نيوترينتس في عندها غذاء وفي عندها ووتر في عندها كل شيء مكيفه فحاجدها عايشه ما حاجدها عامله سبور لنفسها فبالتالي لما اخذ عينه من انسان مريض ما بجد سبور بجد البكتيريا اتسلف طيب هلا بحكي لنا من الميديكال امبورتنت فيدرز للبكتيريا السبورز بيقول لنا اول شيء انه هي هاي نقربها شوي ما نقرب نجرب أوكي هيك عشان تشوفوا أفضل أوكي ممتاز هيك كان لازم أقرب الفيديو كله هيك المهم طيب highly resistant to heating spores are not killed by boiling على 100 درجة سليسيوس are killed at 121 درجة سليسيوس هذا الشيء حكيناه قبل شوي فالميديكال سبلايز أو أي ميديكال برودكتس أنا لازم أعملها heated لدرجة 121 درجة سليسيوس at least لمدة 15 دقيقة علشان يصير لها sterilized sterilized يعني تتعقم بشكل completely ما يكون في عليها أي جنس organism okay highly resistant to many chemicals including most disinfectants disinfectants هي المواد الكيميائية يلي بتقضي لي على infectants due to the thick keratin-like coat of the spore. ففي عنا بس solutions designed as sporicidal will kill spores. هلا هون حطوا على نوت هيك جنبكم اوكي كلمتين cidal و نسيتها static اوكي bacteriostatic و bactericidal. Bactericidal لما نحكي bactericidal يعني killing the bacteria kill the bacteria بيقتلها بيموتها completely bacteria static لا بيثبطها بيعملها inhibition okay ف static بنكتب inhibition و kills cidal بنكتب جنبها kills هذا الاشي للزمن لازم نكون عارفينه
they can survive for many years, especially in the soil. فالميديكال امبليكيشنز انه هاي انه واحد كان مجروح اوكي اشتغل بالتراب كونتمينيتد انه اشتغل بالتراب صار عنده شلل صار في عنده تشنجات صار في عنده اشياء فهو تعرض ل كلاستريديوم تيتاني او صار في عنده مثلا تيتانس انه صار في عنده تشنجات من كلاستريديوم تيتاني او صار في عنده غاز جنجري صار في عنده جنجري اللي بسموها غرغرينه باي كلاستريديوم بريفنجنز فالوونز إذا صار لها contaminated with soil can be infected with spores can and cause diseases such as tetanus من Clostridium tetani والغاز جانجرين من Clostridium perfringens. طيب they exhibit no measurable metabolic بالضبط خلاص ما في عندها أي metabolic activity. فmedical implications إنه antibiotics هي ineffective against the spores. ليه؟ لأنه الانتيبيوتكس acts act by inhibiting الميتابوليك pathways مثلا إنه تصنيع السيل ممبرين مثلا إنه تطبط الانتيبيوتك بيروح بيشتغل على إنه ما يصير في عنا تصنيع للبروتين وهالأمور هاي فهاي البكتيريا مع البلازما ممبرين السيل ممبرين ما بنقدر نوصل إله بروتين سينثيسيس ما عم تعمل بروتين سينثيسيس فالانتيبيوتيك ما حيقدر إنه يروح على الميتابوليك اكتيفيتي لأن هي ما عم تعمل ميتابوليك اكتيفيتي أصلا زائد إنه السبور كوت هي impermeable للأنتيبيوتكس فهي ما بتسمح بدخول يعني مش ناف مش ما يعني مش نافذة غير نفاذية للأنتيبيوتكس. Okay, spores from form when nutrients are insufficient, but then germinate to form bacteria when nutrients become available. Well, spores are not often found at the site of infections because nutrients are not limiting. Bacteria rather than spores are usually seen in gram stained smear. فهلا السبورز انا ما بجدها لما حكيناها قبل شوي انه السبورز ما بتكون موجوده بالانفكشن سايت ليه؟ لانه هي في عندها نيوترينتس فهي عايشه بشكل طبيعي ومبسوطه على حياتها فما عملت سبور. لو ما كان في صار في عندنا ليميتد للنيوترينتس فالبكتيريا هاي بتروح تعمل سبور بجد سبور بس طالما في نيوترينتس هي عايشه بشكل طبيعي البكتيريا انا بقدر اعملها جرام ستين وبشوفها بالجرام ستين لكن السبور ما بقدر اعملها جرام ستين اوكي لانه ما في كيف بدي ادخل البكتيريا فممكن برضو ان احنا نعمل لكم فيديو ان شاء الله عن كيف بنعمل ستيننج للسبور حلو الستيننج تبع السبور باي ذا واي طيب spores are produced by members of only two genera حكيناهم bacteria of medical importance هي البسيلس and clostridium والبوث هم gram positive bacteria infections transmitted by spores are caused by species of either bacillus or clostridium ويعطيكم العافية وهيك احنا نكون خلصنا chapter 2 من كتاب review of medical microbiology edition 13 ويعطيكم العافية وبالتوفيق ان شاء الله ما تنسوا تعمل لايك وسبسكرايب وشير اعمل سبسكرايب ما في كتير اغلبية منكم تحضر الفيديوهات بدون سبسكرايب فبليز اعمل سبسكرايب يعطيكم العافية